سلام على سيدنا محمد، قصيدة حلوة لسيدتنا فاطمة الزهراء بنت نبينا وشفيعنا طبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زوجة أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب عليهم السلام. وهدي السيد والسيد هاشم الرفاعي كاتب خطة نقلها الشيخ محمد نور الله القاسمي الديوبندي مؤسس الجماعة المحمدية في حيدر أباد الهند 1434-2016، يعني قبل تقريبا 16 سنة، السنة اللي سوى فيها عملية في ألمانيا رحمه الله. وهذا ختم الديوان رفع مصر دولة الكويت، وهذه الكراسة مالته الفاتحة على روحه جميع أبو بكر عمر وعثمان وعلي حسن الحسين أحمد أحمد رفع عبد القادر القنبدوي والدسوق الشاذلي والرواس والعيدروس والسقاف والسيد رجب الرفاعي ومعروف الكرخي والسيدي الفاسي وسيدي نقشبندي والتيجاني والجميع البيوم. الفاتحة على روحهم جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائي، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا ليالي. قد كنت ذات حمى بظل محمد لا أخشى ضيما وكان جماليا، فاليوم أخشع للدليل وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي بردائي. فإذا بكت قمرية في ليلها شجا على غصن بكيت صباحيا، فلأجعلن الحزن بعد مؤنسي ولأجعلن الدمع فيك وشاحيا. ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان قواليا. يعني الوالد كاتب عفر حاط علامة استفهام شيخ المنوفية، وين كان يبيها السيد؟ ماذا على من شم أو عفر قواليا. وشكرا. وهذا موقعية أبو يعقوب الرفاعية فوق، وهذا الحرس اللي كان مال ابو دجانه الانصاريه اللي عنده جني او جنيه في بيتي. وشكريا فادعوا.